وأتحول مباشرة إلى أوروبا وإلى هولندا تحديدا. السفير أمجد عبد الغفار السفير المصري بهولندا ينضم إلينا الآن. سيادة سفير مرحبا بحضرتك، ولو تضعنا في صورة سير اليوم الانتخابي للمصريين في هولندا. مساء الخير جميعا على بلدنا الجميلة وعلى كل المواطنين المصريين بالداخل والخارج. العملية بدأت منذ صباح اليوم من الساعة 9 صباحا طبقا لتعليمات الهيئة العليا للانتخابات، وهي تسير بشكل جيد. تم تجربة الرابط الإلكتروني وتم إجراء التجارب منذ أمس مساء أمس واليوم، وبدأت عملية التصويت لمن تم تسجيلهم خلال الأسبوع الماضي، وهم عدد جيد بالنسبة لهولندا. ولم نجد حتى الآن أي مصاعب أو تساؤلات خاصة بطريقة الدخول أو استخراج البطاقة الانتخابية أو التعرف على المرشحين. طب سيادة سفير، يعني في تساؤل الحقيقة عند البعض، طالما أن المصوت سيرسل بطاقة الاقتراع عبر البريد السريع، كم المدة في هولندا على سبيل المثال لكي يضع أو يسلم المواطن المصري الذي يعيش في هولندا بطاقة التصويت الخاصة به إلى جهات البريد حتى تصل إلى يدكم في البعثة الدبلوماسية لمصر في هولندا؟ لا، يعني اللي هو النهاردة استخرج البطاقة الانتخابية وأرسلها اليوم، تصل غدا أو بأقصى تقدير بعد غد الصباح. هذه هي المدة المعتمدة. لأن البريد الداخلي عموما في أوروبا بريد سريع. النظام هنا في هولندا يعتمد على البريد بشكل كبير. المواطن لا ينتقل سواء بالإلكتروني على الإنترنت أو البريد، خدمة سريعة، وسائل المواصلات موجودة. فيعني ده الأسلوب المتبع في التراسل الحكومي. سيادة سفير، من خلال تدخلكم مع جاليتنا المصرية الموجودة في هولندا، ما هي يعني الرؤية المباشرة للمواطنين المصريين أو عموم يعني المواطنين كما ترصدونهم تجاه هذه الانتخابات وتجاه أهمية وجود غرفة برلمانية ثانية في مصر؟ لا، هي في الحقيقة لازم طبعا التجربة في هولندا مختلفة، لأن لدينا جالية على درجة عالية من الوعي ومن الحس الوطني ومن الترابط مع الوطن الأم. يعني مجهودنا فيه نلمس صدى إيجابي في أسرع وقت. لديهم إحساس كبير بأهمية هذا الحدث الانتخابي كاستحقاق تاريخي لإنشاء مجلس للشيوخ ليستكمل الإطار التشريعي في مصر. نتحدث عنه منذ فترة حقيقة، في ما لديهم العديد من الجمعيات، هناك عملية توعية ولديهم إدراك حتى بالمرشحين، كل عن دائرته، وبيأملوا أعتقد في المرحلة القادمة أن هؤلاء المرشحين يكون لديهم أيضا القدرة عن التعبير عن إرادة وآراء الناخب المصري في الخارج، اللي هو المواطن المصري اللي بعثه جالية في هولندا، دائما في أعلى مستويات الحضور في أوروبا بالنسبة لكل الاستحقاقات الانتخابية السابقة. سيادة سفير مشرفة. نعم سيادة سفير، طيب لو تضعنا في صورة ماذا بعد استقبال بطاقات الاقتراع عبر البريد السريع من المواطنين المصريين أو من الجالية المصرية الموجودة في هولندا، الدور الذي ستقومون به كبعثة دبلوماسية بعد ذلك؟ الدور هو نفس الدور المنوط به إلينا في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، اللي هي عملية الفرز. هنا بنعود للوضع الطبيعي، كأن لدينا صندوق انتخابي تم فتحه، وهو في هذه الحالة بيمثل البطاقات اللي جات لنا بالبريد. بنشكل لجنة يتم تشكيلها برئاسي كرئيس للبعثة والأعضاء الدبلوماسيين والإداريين، ونقوم بعملية الفرز طبقا للقوائم المرسلة من الهيئة العليا للانتخابات. وهناك نظام إلكتروني يتم تسجيل هذه البطاقات وإرسالها في الحال مختمدة وموثقة إلى الهيئة العليا للانتخابات. أشكر حضرتك شكرا جزيلا السفير أمجد عبد الغفار السفير المصري بهولندا، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات وهذه المشاركة.